في الفيديو اللي فات كلمتك عن مسلسل بينشر الالحاد، بيصور الشياطين على ان هم ملائكه وبيحكي قصه سيدنا ادم من منظور الحادي بحت، زود طبعا عليها كميه المشاهد القذره الموجوده اللي تحس نفسك انك قاعد بتتفرج على فيلم اباحي. والاهم بقى ان اغلب متابعين المسلسل دوت هم من الاطفال اللي بيحاولوا ان هم يعملوا لهم غسيل دماغ وبيحاولوا كمان ينشروا ما بينهم الشذوذ. وفي فيديو النهارده بقى احنا هنتكلم عن تاني حلقه في المسلسل، واللي صدقني هتصدم وهتلاقيها تقريبا بنفس قذاره الحلقه الاولى ويمكن اكتر كمان. حضر لي بقى المشروب بتاعك اللي انت بتحبه كده وبسم الله. تعالى نراجع بسرعه الحلقه الأولى. اللي فهمنا فيها ان في مكان اسمه الجحيم، والمكان ده فيه شياطين ومذنبين، وكل سنه الملائكه بتنزل بتعمل يوم اسمه يوم الاباده وبيقتلوا كميه كبيره من السكان الموجودين في الجحيم او اللي هم المذنبين. لكن في اخر الحلقه اللي فاتت احنا شفنا ان في ملاك اتقطع راسه، وبسبب دوت الملائكه قرروا ان هم هيقدموا اليوم بتاع الاباده دوت ويخلوه تقريبا في نص المده. في حاجه بقى انا نسيت اوضحها الحلقه اللي فاتت، بس الناس الحمد لله قالوا لي في الكومنتات، ولو انت لقيتني وقعت اي حاجه يا ريت تقول لي، انا بني ادم برضه. رئيس جيش الملائكه اسمه ادم، وهو نفسه سيدنا ادم، او يعني على حد معتقداتهم ان هو ده يبقى سيدنا ادم. هتسالني بقى ازاي بقى ملاك يتحول لبشر؟ زي ما قلت لك المسلسل ده بيضرب في الثوابت والقيم بتاعه الاديان، فما تشغلش بالك قوي بالحته ديت، يعني ده هيبقى الطبيعي بعد كده. بتبدا الاحداث في الحلقه الثانيه بتشارلي وهي عندها حاله ذعر بعد ما سمعت ان ميعاد الاباده اتقدم شويه، او بمعنى اصح بقى في نص المده اللي هو كان المفترض يتعمل عليها. لكن صاحبتها فاجي اللي انت فيما بعد هتكتشف يعني وهتصدم لما تعرف ان هم الاثنين الوان بينهم علاقه والمفترض دي خطيبتها من الاخر كده، بتطمنها وبتقول لها ما تقلقيش، بالعكس ده كده فكره الفندق بتاعتنا هنقدروا ان احنا ننشروها بشكل اسرع، لان كده الناس اللي خايفه من الاباده ديت هيجوا لنا عشان يحسنوا من نفسهم ويبقى عندهم فرصه ان هم يعني يكفروا عن ذنوبهم ويروحوا الجنه. يعني اللي انا مش فاهمه ان صاحبه مشروع الفندق بتاع تكفير الذنوب دوت هي تشارلي اللي هي في المسلسل بنت لوسيفر او بنت الشيطان. طبعا في الوقت دوت الجحيم بيكون في حاله فوضى، هو في الطبيعي ان هو في حاله فوضى، لكن المره دي بقت حاله الفوضى اكبر وفي حاله ذعر كبيره ماليه الجحيم. فتشارلي بتقول لهم انا هخرج عشان اجيب ناس للفندق برغم المدعكه اللي حاصله بره، ولسه ما لحقتش تكمل الكلمه بتلاقي في انفجار حصل وقع على حيطه من حيطان الفندق، وبتلاقي كده كائن شبه الافعى معاه منطاد وعمال بيضرب في الفندق، عمال بيزعق وبيقول لهم ان هو عايز يموت اليستر. اليستر ده هو الشيطان المرعب اللي احنا شفناه في الحلقه اللي فاتت، لو انت ما بصيتش عليها ارجع راجعها وارجع للفيديو ده تاني. الواضح ان هو شرير ونفسه يقتل اليستر، ومعاه اتباعه بقى الاشرار اللي هم مينيونز كده صغيرين شكل البيض، وركز في البيض ده عشان هنحتاجه في بقيه الحلقه. اليستر بيبقى قاعد فوق بيقول له معلش فكر نفسك انت مين؟ قال له انا خضت معاك 20 معركه. اليستر قال له طب ما اكيد انت كنت سيء فيهم كلهم لدرجه ان انا حتى مش فاكرك. المهم ان اليستر يعني بيقدر ان هو يهزمه في المعركه، وهنا بقى تبتدي تحس ان اليستر ده وراه حاجه. القوه بتاعته اللي عماله بتظهر من الحلقه اللي فاتت لحد الحلقه ديت، الاعداء بتوعه حتى شخصيته تحس ان هو وراه حاجه، هو مش مجرد شيطان عادي او واحد من المذنبين موجودين في الجحيم، ولكن هو في حاجه مميزه فيه، ودي برضه هتعرفها في خلال الحلقات الجايه. بنكتشف بقى ان الافعى اللي كانت عايزه تموت اليستر ده اسمه بنشز، وكان عايز ينضم لجماعه اسمها جماعه في، وعايزك بقى تركز في الشعار بتاعهم. بص كده عليه عامل ازاي، بيفكرني بشعار الجماعه اياهم، لكن مش عايزين نربطه حاجه لحد ما تسمع هما مين جماعه في. في هي شركه تقنيه بتصنع ادوات تجسس وغيره، والشيطان اللي ماسكها هو شيطان اسمه فوكس، وعنده اتنين اتباع فيلفت وشيطان تاني اسمه فالنتينو، عشان كده الشركه اسمها في، لان كل واحد فيهم اسمه بيبدا بحرف الف او الفي. فاكر في الحلقه اللي فاتت لما اليستر قال لفاجي ان هو يعمل لها اللي هي عايزاه، بس اتفق معاها اياها انها تطلب منه ان هو يطلع على التلفزيون؟ من الواضح ان هو عنده عداوه مع التلفزيون، وبقى العداوه دي بتتضح لما احنا بنشوف ان فوكس هو في الاساس شيطان التلفزيون، زي ما انت عارف ان اليستر شيطان رد، مش عارف ايه انواع الشياطين الغريبه دي بس تمام. ومن الواضح ان فوكس دوت عنده نفس الاهداف بتاعه الجماعه اياها الماسونيه، وبيحاول ان هو يسيطر على عقول الناس الموجودين عن طريق الرسائل اللي بيبثها عن طريق شاشات التلفزيون. ركز برده في الجزئيه دي كويس عشان الموضوع اخطر مما انت ممكن تكون حاسس ان هو مجرد مسلسل كرتون، موضوع اكبر من كده. الشيطان اللي اسمه فوكس بيجي له مكالمه من فيلفت اللي قلت لك عليها، واحده من اتباعه او يعني الشريكه بتاعته في الشركه، وبتقول له ان ابنك المدلل عمال بيدمر وبيكسر عشان زعلان ان حبيبه ايوه ما هو شاذ سابه. مين بقى حبيبه؟ فاكر في الحلقه اللي فاتت لما كنا اتكلمنا عن شخصيه اسمها انجل اللي هو كان في الدنيا ممثل افلام افضل عظيم اباحيه، وكمان هو شاذ او متحول جنسيا بمعنى اصح، يعني هو في لوكشه قذاره كده وحاجات فعلا، يعني هم فعلا في النار، هم في جهنم لاسباب منطقيه. وفالنتينو ده بقى زعلان عشان انجل سابه وراح يعيش في الفندق مع تشارلي. بيطلع فوكس عشان يهدي فالنتينو بيقول له خلي بالك مش بس انجل هو اللي قاعد في الفندق مع تشارلي بنت لوسيفر، ولكن كمان عدوك اللدود اللي هو اليستر قاعد في نفس الفندق. لحد كده برضو الموضوع يمشي؟ لا، لان في ساعتها فوكس بيتجنن وبيبتدي ان هو ياخد الموضوع بشكل شخصي، لان واضح ان هو بيكره اليستر جدا. بيبتدي ان هو يغني كده اغنيه كانه بيدسه، يعني شغل رابرز بقى، وبيطلع بقى على كل شاشات التلفزيون عشان
يغسل دماغ الناس، لكن في النهاية أليستر بيقدر ان هو عن طريق الإذاعة ينتصر ويجذب انتباه الناس ليه. بعد شوية بنشوف ان الباب بتاعهم بيخبط في الفندق، وبيجي لهم الشاب اللي اسمه بنشز او الأفعى اللي كانت بتحاول تموتهم من شوية. في البداية فاجي بتبقى عايز يقتله، لكن تشارلي بتقول لها لا، احنا هنا بندي فرص تانية للناس، مش معقولة انا هنقتل ده. ولكن هو في اكيد حاجة من ورا مجيت. بيقعد معاهم في الفندق وبيبتدي ان هو يتفاعل معاهم عشان يحببهم فيه، وبعدين بالليل بيحاول يحط كاميرا عشان يتجس عليهم. الواضح ان الجماعة بتاعت في بعتاه عشان يبقى هو الجاسوس بتاعهم من جوه، لكن انجل بيقفشه وبيتعارك معاه، وبعدين بيمسكوه للمرة التانية وبيبقى متوقع ان هم هيقتلوه. فساعتها بيتصل في الساعة بتاعته على في ويقول له انقذني، وساعتها فوكس بيقول له خلي بالك ما بقتش ذو قيمه لينا، يعني من الاخر كده هم ما قتلوكش، روح انت قتل نفسك، انت مش نافع في حاجه. فبينهار وبيقول لهم خلاص اقتلوني، ولكن تشارلي بقلبها الحنين مع انها بنت الشيطان بتوافق انها تديله فرصه ثالثه كمان. أليستر بيخش وبيمسك الساعه وبيبص فيها، فبيشوف وش فوكس وبيكسرها ويرميها كنوع من الاستهزاء بيه، لان حتى المحاوله بتاعت التجسس فشلت. اللي انا بقى عايزك تركز فيه ان في المشهد اللي هم قاموا على حسهم وهم بيتعاركوا انجل ومع بنشس، كانت فاجي جايه معاها تشارلي، وكانوا هما الاثنين لابسين ما شاء الله بيبي دول وحاجات حلوه كده، وكانوا جايين مع بعض. حتى لما خلصوا مشوا مع بعض. طبعا زي ما انا قلت لك من شويه ان هما شخصيات الوان، يعني حتى انا فكرت فيها لو هما حاولوا ياخدوا المسلسل ده مثلا على قناه شبه سبستون ويحاولوا ان هما يعملوا تنقيح للمسلسل، هيعملوه ازاي؟ انا راضي ذمتك، يعني لما تلاقي راجل من اسوين زي انجل او واحده اخده واحده بالبيبي دول من سريرها، يعني مفيش العقليه، يعني المنطق بيقول مفيش حاجه تنفع. اللي نطلع بيه من الحلقه ديت ان من الواضح ان أليستر وراه لغز كبير. هل ليه علاقه بموت الملاك اللي احنا شفناه اتقتل واتقطعت راسه في الحلقه اللي فاتت؟ حتى لا لسه ما وضحش. ممكن الكلام ده احنا هنشوفه في الحلقه الجايه. تاكد بقى انك متابعنا عشان تشوفها، وعايزك توعي وتنشر الفيديو دوت قدر الامكان عشان الناس تعرف ان المسلسل دوت غير مناسب للاطفال. باذن الله تعالى عايزين نوصل الفيديو دوت ل 10000 لايك زي الفيديو اللي قبله. ودي كانت الحلقه الثانيه من مسلسل. كان معاكم محمود زايد، سلام.